كان جسمي ضعيف، كان جسمي هزيل، اتجهت لهذه الرياضة حتى أطور جسمي. ما كان ببالي هالبطولات وهذا العمق بيها من ناحية أن أكون مدرب وبطل وصاحب قاعة. جسمي بدأ يتطور وممكن أن أنافس بالبطولات، فالحمد لله بديت بأول مشاركة لي بال2005 كبطولة محافظة، فضل من الله بأول بطولة جبت المركز الأول. شاركت في البداية من 2010، كنت أحصل نتائج لا بأس بها من ضمن الخمسة الأوائل. ظليت عندي حلم وانتظرت إلى حد قبل شهرين، حضرت ببطولة العراق للمتقدمين بالسليمانية، رحت شاركت وفضل من الله قدرت أن أجيب المركز الأول على العراق متقدمين وبوزن 65. الفكرة اللي حاليا أفكر بها بأنه مستقبلا وإن شاء الله مستقبلا مو بعيد أفكر أن أحضر أرتب أموري بطولة عالم إن شاء الله.